صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إذن هطلت وما زالت تهطل الأمطار في العديد من المناطق بما فيها أجزاء قريبة من جدة ورابغ، وهطلت في ساعات الليلة الماضية في السواحل، سواحل المدينة المنورة، إضافة إلى مناطق مختلفة أيضا من مناطق الشمالية من المملكة. أما الأحوال الجوية لهذا اليوم فيتوقع أن يعني تستمر هذه الأمطار بالهطول حتى ساعات متأخرة من الصباح، لكن يتوقع أن يحدث تراجع في هذه الزخات من الأمطار ويحل محلها نشاط كبير في سرعة الرياح، الأمر الذي سيعمل على إثارة الأتربة في مناطق مختلفة بما فيها العاصمة الرياض. متوقع أن يكون الطقس نوعا ما اليوم يعني هناك احتمال لأن يكون هناك أتربة مثارة، درجة حرارة الصغرى العظمى هذا اليوم تصل إلى 30 درجة مئوية، تزداد نسبة الأتربة والرمال في العاصمة الرياض اليوم وبعض المناطق الوسطى خلال ساعات المساء والليل. دعونا نستعرض الآن درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار هذا اليوم ودرجات الحرارة الصغرى الليلة القادمة في مدن ومناطق المملكة. نبدأها شمالا من سكاكا من 23 إلى 10، عرعر 24 إلى 9 درجات، في تبوك من 21 إلى 8 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في جدة من 31 إلى 23 مع تراجع سريع في فرص الأمطار مع دخولنا في ساعات نهار هذا اليوم، كذلك مروه في المدينة المنورة وتكون العظمى من 27 إلى 18، في مكة من 34 إلى 22 درجة مئوية، وفي الطائف من 24 إلى 14 درجة، وتراجع واضح في فرص الأمطار خاصة مع ساعات ما بعد العصر في مرتفعات الطائف ومكة. المناطق الجنوبية الغربية الأجواء مستقرة اليوم، تكون في أبها من 24 إلى 11، في الباحة من 23 إلى 16، وفي جازان من 31 إلى 27 درجة مئوية. أجواء مغبرة بعض الشيء في شرق المملكة، في الإحساء تكون من 29 إلى 18، في الدمام من 29 إلى 21، أما في حفر الباطن فترتفع العظمى إلى 32 درجة مئوية نهارا والصغرى 16، مع أجواء مغبرة في تلك المناطق. العاصمة الرياض الأجواء تكون كما ذكرنا 30 إلى 16 مع مغبرة بعض الشيء، ازداد كثافة الغبار في ساعات الليل، في بريدة في القصيم من 31 إلى 15، أما في حائل تبقى فرص الأمطار مهيئة حتى ساعات الظهيرة ثم تتلاشى بشكل كلي تقريبا ويحل محلها ربما بعض الأتربة المثارة والعظمى من 21 نهارا إلى 9 درجات مئوية في ساعات الليل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية، دمتم بخير، إلى اللقاء.